المشكات. والله تعالى يقول نور اخترعته من نور جلاله. نعم اقترن رسول الله بالصديقة الكبرى خديجة، هجرها الناس بقيت وحيدة، وإذا بالله عز وجل يتحف رسول الله ويتحف خديجة بتفاحة الفردوس. أنا حديثك إلا عن النور، ما طلعت من حديثي. وإذا به يعرج به إلى السماء ويدخل في جنات الفردوس. العلماء يقولون في حديث المعراج رأى تفاحة من نور، فسأل جبرائيل: يا جبرائيل ما هذه التفاحة؟ قال: هذه تفاحة خلقها الله تعالى منذ 300 عام لا ندري لمن يدخرها. اسمع، فجاءت ملائكة بصحائف من نور تحمل تلك التفاحة، هي نور والصحائف من نور. فقالوا: يا محمد هذه تحفة الله إليك. فشقها جبرائيل نصفين فأضاءت الجنة بنور ربها. فقال: يا جبرائيل ما هذا النور؟ فقال: هذا نور المنصورة في السماء وفاطمة في الأرض. فقال: يا جبرائيل وما المنصورة يا جبرائيل؟ طبعا جبرائيل لا يعلم رسول الله هذه ديدننا ومعرفتنا، النبي اعلم من جبرائيل، ولكن نحن لكي نتعلم. قال: يا جبرائيل ما هذا النور؟ نور المنصوره في السماء وفاطمه في الارض، ما المنصوره؟ اي تحفه لكم ايضا. قال: المؤيد بالشفاعه لامتك يا محمد.